السلام عليكم. معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. الحقيقة إن البنات الروسيات طريقة التعرف عليهم ما هياش ستاندرد، بتختلف من شخص لآخر. ممكن واحد يقول لك ده التعرف عليهم سهل يا راجل، انت بتتكلم في ايه؟ ده روسيا دول اسهل حاجه، انك تمشي في الشارع وتكلم واحد ممكن تعرف عليه كده، بتتعرف عليك عادي. انت بتتكلم في ايه اصلا؟ عارف في ناس كده يعني ايه، عايشه في روسيا بس بسيطه، يعني ايه ذهنيا شويه مسطحين شويتين ثلاثه، لو فكروا التعارف يعني اتعرف عليها واعرف ايه اسمك ايه وانت لا ان شاء الله هنتقابل وبتاع، بعد كده بتعمل لك بلوك. يعني انت هنا ده ما اسموش تعارف، ده اسمه هبل اذا كان ده التعارف في مفهومك يعني. لكن واحده ده الواحد بيقعد 4 سنين يا راجل، وهو نفس الشخص اللي بيتكلم ده مش عارف يلاقي ربع واحده، بيقعد بال4 سنين كل ما يتعرف على واحده تعمل له نفس الحوار اللي بقول لكم عليه ده، يفرح قوي انه اتعرف عليها وتمام وحلو وبتاع، ويخرجوا خروجتين وبعد كده فجاه بدون سابق انذار عملت له بلوك، يجي لها من رقم تاني تعمل له بلوك، يجي لها من رقم تاني طب مش عارف ايه، طب عايز اشوفك حلني، اما يقابلها صدفه بقى مره وتطقش فيه تقول له انا شايف ان احنا مختلفين مش هينفع نكمل، لا ما كنت قولي كده من الاول، معلش معلش يلا شوف لك واحده تانية وخلاص. فانك انت توصل لواحده تتعرف عليها للجواز فتحبك وتتجوزك، هو ده اللي انا بتكلم عليه، هي دي التفاصيل ولا الخطوات اللي انا قلتها لك في حلقات سابقه. فواحد يقول لي طب انا مش شايف ان مثلا ايه، دورت على الانترنت ومش لاقي بنات كويسه، مش شايف ان البنات بتاعت الانترنت حلوين، لا مش الشكل اللي انا عايزه خالص، انا عايز واحده بظروف معينه متعلمه مثقفه. ما قلت لك قبل كده برضو في حلقه سابقه، المثقفات والمتعلمات هتلاقيهم فين؟ قبل ما كانت حرب اوكرانيا كان في اوكرانيا برضو، قلت لك ازاي تلاقيهم، قلت لك اللي شغالين في مؤسسات وشركات محترمه بيبقى في كامبوس او منطقه فيها شركات او بلازا، عده مباني بلازات كده، وفيها الموظفات والموظفين طبعا رجاله وستات اللي بيشتغلوا في الحته دي، بيروحوا وقت الغداء ياكلوا في الحته دي، فروح كل في الحته دي وقت الغداء هتتعرف على ناس. يقول لك ده اصل بيبقوا جروب وبتاع ده، خلاص اتعرف على شباب رجاله يعرفوك بعد كده على البنات اللي معاهم في الشركه، خلصت. انت ممكن يعني اقول لك ايه، ده مشروع عمرك، واحده هتعيش معاك بقى يعني مراتك هتعيش معاك كتير، انت مستثقل انك انت تصرف شويه في مطعم مرتين ثلاثه 10 تعزم واحد مثلا، مستثقل انك تتعرف على راجل او تتعرف على ناس شغالين في الشركه تقول لهم مثلا كذا كذا، مستثقل انك تتعلم اللغه الروسيه عشان برضو ايه تبقى على مستوى الناس دي شويه. في اماكن بلازات مثلا كان في اوكرانيا وفي روسيا وفي موسكو وفي اماكن اخرى وفي بيتر، وريتكم اماكن منها صورت منها قبل كده، الاماكن دي جنبها ملحق بيها فيها منطقه مطاعم بيبقى ليهم تخفيضات وكده، الشركات بتديهم تخفيض في المطاعم دي فبيروحوا ياكلوا فيه. حضرتك هتروح تقعد في المطعم ده تتعرف على حد راجل او ست او جروب، بس طبعا يستحسن واحد لوحده، يعني ايه تقول له شركه كذا انت شغال فيها يقول لك لا انا شغال في كذا ليه في حاجه، يقول لا بس انا كنت عايز اشتغل فيها وايه النظام وايه الحاجات دي، يقول لك انت مجالك ايه وكذا كذا كذا وانت مجالك ايه وبتاع، انت بقالك كتير بتشتغل فيها وبتاع، طب انت كنت شغال فين، هو يسالك تقول له كنت شغال في كذا وانا جاي من روسيا جديد وبتاع، بتتكلم انجليزي وعارف وتوريله ان انت راجل برضو ايه مش قليل، فهو يحس ان انت قيمه ان هو كويس ان هو اتعرف عليك. لكن لما يحس ان انت مثلا ايه عايز منه معلومات عمال تجمع معلومات وهو ما بياخدش منك حاجه، هيسلم عليك وحلوه القعده ونايس تو ميت يو، ولا هديك رقمه ولا يقول لك لا لا بعدين بعدين ويسيبك ويمشي، ولا هتنفع تجيبه بعد كده. فتتعرف عليه صح، ما تاخدوش كده اداه تستعمله ترميه، لا ناس محترمه، وممكن الراجل ده يفضل صديقك طول العمر لان هو اللي وصلك بشريكه الحياه، انها شغاله عنده في الشركه، ان هو ساعدك تخش الشركه، لان قصص كتير وحكيت لكم قصتين اعتقد منها قبل كده في حلقات سابقه. واحد اتعرف على حد بالشكل ده فقال له في بنت عندكم في الشركه كذا كذا كذا، قال له انا ممكن ادخلك الشركه اجيب لك بروبوسك على اساس ان انت جاي تريني تدريب، ودخله الشركه وبتاع، وقال له اهي عايز تكلمها يعني هي بتيجي في البريك بتاع الكوفي وتشرب كوفي في الحته دي، فوقف معاها بقى كانك انت تريني وبتاع ده وشوف هتعمل ايه، وفعلا مشيت الجوازه بالشكل ده. ففي حد اهو بيساعد صديق اتعرف عليه لسه من اسبوع. الروس الشباب الرجاله يعني مش اثمين قوي زي ما انتوا فاكرين، انت بس ايه ما تتعرف عليه ويبقى في لغه حوار بينكم كده ويبقى في ارضيه مشتركه حتى واستفاده مشتركه، ساعتها بيبقى صديقك قوي وجدع معاك قوي وبيعمل حاجات انت حتى ما طلبتهاش اضافه ليك. فالمهم دي طريقه،
قلت لكم برضو ايه، غير البلازات والاماكن دي، دول هم الموظفين في شركات محترمه، فاللي هم غالبا بنات من اوساط محترمه، من عائلات راقيه او ارستقراطيه او من طبقه متوسطه بس اللي متربيين. طيب في اماكن تانية غير كده، في الشريحه المسلمه والمجتمع المسلم اللي محدش من العرب بيحب يدخل فيه، معرفش ليه، اللي هو بيعملوا تجارة أخشاب، تجارة أزياء للستات، تجارة أزياء للرجال، اللي هو البيزنس الإسلامي والأكل الحلال والحاجات دي. فاللي شغالين فيه في جزء كبير جدا ستات وبنات، للأسف أقدر أقول لك يعني للأسف جزء منهم، من الستات دول مطلقات، وجزء تاني عوانس أو كبار في السن شوية وما اتجوزتش قبل كده، فاختيار بتاعك هيبقى صعب شوية، ولكن موجودين. عايز واحدة متربية وراقية ومش عارف ايه، ممكن تلاقيها في موسكو، ممكن تلاقيها في بيتر، المجتمع ده موجود في كل حتة والبيزنس بتاعهم في كل حتة، دور عليه لو سمحت. طيب في حد يقول لي طب طريقة التعارف بقى نفسها ازاي وبتاع ده؟ طريقة التعارف قلتها كتير في حلقات سابقة وبكررها في حلقة حالية اللي هي هخلص بيها الحلقة دي، اللي هو لازم يبقى فيه سبب، والسبب بعديه مسبب بقى، اللي هو بصي السبب اللي جاي اكلمك، انا مثلا ايه الشركه بتاعتكو عجباني وبفكر اشتغل فيها، وانتي كنت ايمج كويسه للشركه وبتاع ده، فمن ساعه ما شفتك انا عايز اتكلم معاك حتى من غير الشركه، يعني حتى لو مش هشتغل عندكم في الشركه. يقول لك ايه لو انت مجالك ايه وبتاع ده، وتقعد ايه تاخد معاك وتدي. والمسبب بقى يقول لها بصراحه المسبب بقى ان انتي عجبتيني، بس ده ما تقولوش في اول قعده، تاني قعده، تالت قعده، فهي تنبسط قوي، تقول لك لا لا معجب بيا وشايفني من فترة كويسة وحلوة وبتاع في عينيه، فلذلك أقدم إن هو ممكن يسيب شغله ويسيب حياته ويجي يشتغل في الشركة اللي عندنا، أو شايف إن أنا عايز يبقى معايا على طول، أو حتى لو ما اشتغلتش في الشركة هو عايز يبقى معايا، هو أنا عاجباه. والمعاني دي لازم تقولها زي ما هي كده، أنت عاجباني، أنت عجبتيني في أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، ولازم تتقال في اخر اللقاء مره كمان، على فكره انت النهارده كان شكلك عاجبني جدا. القفله بتاعت اللقاء هي دي تقريبا النقطه المحوريه او نقطه الانقلاب اللي بتخليها على طول تفكر، بدل ما الشخص ده عربي وغريب عننا وبيتكلم روسي صعب شويه او مش عارف ايه، الى الشخص ده عاجبني وعايز اتجوزه مهما كانت الظروف والتحديات. الراجل ده انا بحبه، يا رب ده شكله عايز يتجوزني، طب يا رب إيه نتجوز. دي الوسائل، سواء كانت بقى من المسلمات اللي شغالين في اماكن راقيه او المسلمات اللي شغالين في البيزنس الاسلامي اللي قلت لك عليه. في اسباب كتيره تخليك تتكلم مع واحده، واحده مثلا تقول لها انا معايا مثلا ايه 20000 دولار جاي استثمر بيهم هنا، وعايز استثمر في حاجه تجاره اسلاميه، تساعديني؟ هتقول لك طب اشوف لك حد وبتاع ده، لا لا تساعديني انت على قد اللي تعرفيه، انا مش واثق في حد الا انت، مش عايز اتعامل مع حد الا انت، وانا على فكره مش مرتبط، وانت لو مش مرتبطه ممكن نبقى شركاء في بيت واحد وفي عمل واحد. فتقول له ايه ده انت عايز تشتريني بالفلوس؟ وتقول لا لا مش عايز اشتريك بالفلوس، انا مش غني، انا معيش غير 20000 دولار هعمل بيهم اقامه وعيشه وبتاع، واجر بيهم بيت او كده، وجزء هعمل بيه بيزنس، وبصراحه انا من ساعه ما شفتك عجبتيني. ما لازم تقولها، ما تتكسفش، انت عجبتيني، شيء مميزه عن الجميع، انا مش شايف غيرك من ساعه ما شفتك. فطبعا هي تستكانيص وتتكيف بقى وتقول لك لا ده كده انت بقى داخل على طمع. قول لها لا انا داخل على حاجه شرعيه، البيزنس حاجه شرعيه والزواج حاجه شرعيه. تقول لك ايه ده انت عايز تتجوزني؟ اه وواحده تعجبني إيه هتمشى معاها شويه وخلاص؟ لا واحده تعجبني انا اتجوزها. فطبعا تقول لك الراجل جد، الراجل محترم، طب مش عارف ايه، الجزء الروسي عندها بقى ينح شويه، فهتقول لك ايه بس لازم نعرف بعض الاول، انا ما ينفعش اتجوز واحد ما بحبوش. العقلية الروسي، لا نخرج مع بعض نتفسح مش عارف ايه، ولا ماشي تعتبر رؤية شرعية بغرض الزواج، اتفقنا؟ ماشي تعالي بقى ايه نروح فسحة في مكان مفتوح في مركب في نهر موسكو ونلفلف بقى، واجيب لك ايس كريم وتبقى الدنيا حلوة جدا، وتبقى ذكريات ما عملتهاش يمكن من 4 5 سنين، تقول لك انا اول مرة اقضي يوم جميل كده. يا سلام لو الجو حلو في اليوم ده، يبقى شوف في الموبايل بتاعك قبل ما تنزل تقابلها ان الطقس كويس. ففي 100 سبب وسبب وطريقه تعارف ممكن تعملها وتتعرف بيها على الست. في حلقه انا بحاول اعملها مش قادر لان هيبقى حجمها كبير جدا، على 100 طريقه للتعرف على بنت روسيه او بنت محترمه روسيه، لان اي واحده كده وخلاص زي ما اتفقنا وقلنا في اول الحلقه
التعارف بالشكل ده مش تعارف، ده هبل. ولكن التعارف بغرض الزواج في 100 طريقة، انا هقول لك او اكتر من 100 يعني، بس انا اقول لك منهم 100 بس، بحاول اعملهم في حلقة واحدة. ادعوا لي ربنا يوفقني ان انا اعمل ال 100 طريقة اقدر اقولهم في 10 12 دقيقة. ينفع؟ مش عارف، كل ما اعملها بتبزرط بتطلع كبيرة قوي، وابتدي اعيد الحلقة تاني. لحد دلوقتي ما ظبطتش، يا رب تظبط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نراكم على خير وفي خير دوما في باذن الله، وفي حفظ الله نراكم في حلقات قادمة باذن الله. السلام عليكم.